من بعد ما أطلقت شيرين بيوتي التيزر الرسمي لأغنيتها الأولى بمسيرتها على يوتيوب على صفحتها الرسمية على إنستغرام، أطلقت معها تحدي مع المتابعين واللي تمثل فيه توصيل عدد الكومنتات على البوست لمليون كومنت، فتمكن المتابعين وبوقت وجيز جدا من تحطيم هالرقم، هذا اللي خلاها تتحمس أكثر لإطلاق الأغنية، فقررت تغيير تاريخ الفيديو كليب من 10/10 ل15، ولكن وبسبب مشاكل تقنية تأجل الفيديو كليب لتاريخ 16 يعني اليوم اللي بعده. فالأغنية والفيديو كليب نالت إعجاب عدد كبير من الجمهور بعد إطلاقها، وهذا ما أسعد شيرين أكثر، خاصة أنها أول تجربة لها بهالمجال، فشكرت الجمهور على دعمهم من خلال ستوريهات إنستغرام. شكرا للكل، شكرا على المسجات اللي عم توصلني، شكرا على الدعم. بصراحه بفوت على التعليقات عم شوف كلهم انه حبوا الغنيه، وكنت كثير متوتره وخايفه لانه هذا اول غنيه بعملها يعني، اوكي، فما بعرف. هذا الشيء كله بفضل الله، بفضلكم. بدي اقول انا بحبكم كثير كثير كثير، لولاكم ما كنت بقدر اعمل هذا الشيء. فبدي اقول شكرا لكل واحد منكم، وكمان بدي اقول شكرا لكل حدا كان معي بتصوير الفيديو كليب، لانه انا بصراحه كنت هيك ف كل واحد من اللي كان معي كان عمالي يتفشني انه يلا يلا يلا. فبدي اقول شكرا لكل واحد كان معي بالتصوير، وشكرا لنارين اختي لانه هي سبب كل هذا الشيء. الصراحة ما كان اصلا بالي اعمل غنية، فنارين I love you so much، انتي احلى اخت بالعالم، احلى اخت باليوتيوب. وبما انه نارين عندها خبرة اكبر بهذا المجال واللي صار عندها اكثر من 5 اغاني، فكانت داعم كبير لاختها بهالخطوة الجديدة، فتحدثت عن بعض من كواليس العمل من خلال هالستوريهات. بدي أقول شكرا 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 على كل الدعم اللي قدمتوه وفرجيتوه لأختي شيرين على أول غنية بتنشرها. ما بتتخيلوا قدي شيرين عم تأجل بالموضوع، ما بتتخيلوا قدي رفضت أنها تصور فيديو كليب، تعمل غنية، أي شيء، كانت الشيء جديد كتير عليها، ما عارفة كيف حتكون رد فعل الناس عليه. حتى لما نشرنا الغنية ما ردت تقرا الكومنتات، حفرجيكم، ما بدت تقرا الكومنتات لبين ما نحن قرينا الكومنتات وقلنا لشيرين الناس كثير حبت اللي عملتي. ما بتخيلوا قد ايش اشتغلت على الموضوع، الرقص اخذ منا كثير وقت، ان تدرب صوتها اخذ منا كثير وقت. هلا طبعا اول غنيه لها هي ما عارفه شو عم بيصير، بس اكيد بالاغاني الجاي حتثبت حالها اكثر. وحقلكم نقطه، شيرين ما بتحب تعمل فيديو كليب او غنيه وتحرك شفايفها وتغني على الكاميرا، هي كان بدها كيف الاجانب بيعملوا غنيه والفيديو كامل مجرد فيديو رقص مع جروب. سو هاي كانت الفكره، انه هي بس تعمل فيديو رقص مع الجروب وما تعمل ليبسينج. بس بعدين قبل ما نخلص تصوير صورنا الفيديو كليب كلياته ب3 ساعات، ما كان معنا وقت. قبل ما نخلص قلنا لشيرين بليز، لانه ضلت عم يرقص 2 ساعتين ونص، قلنا لشيرين بليز بس اعملي مقطعين اللي هو تبع النفق واللي هو على التليفون، بس عمليهم مره وممكن نستخدمهم ممكن لا. سو جربناهم على قد، طلعوا كتير حلوين وهي كتير حبت. اهم شيء انتم تكونوا حابين اللي صار، كتير مبسوطه بردت فعلكم. ان شاء الله في شغلات اعظم حتجي مع الوقت، حتعرفوا كل شيء. واكيد ام نارين كان انها دور بتشجيع شيرين بهالخطوه، فشاركت ستوري على انستغرام كان مفاجئ للجميع، باركت فيه لشيرين وتمنت فيها كل التوفيق لكل ابنائها. مساء الخير للكل، مبروك لبنوتي شيرين، بحبك كثير كثير، طلعتي بتجنني، بالتوفيق لكلاتكم يا عمري. شيرو جلال نارين سيدرا شيرين، اللي ما سمع اغنيه شيرين ويسمع على السريع. ومن بين اليوتيوبرز اللي شاركوا ردت فعلهم على الاغنيه كانوا انس وبيسان بهالستوري واللي كانوا فيه مع نارين بالسياره. صورة